مساء الخير. الأول برحب بكل الموجودين وهقرأ قصة اسمها انصهار تحت الجلد. يتحول الرأس الصغير إلى آلة حاسبة يقوم بكل العمليات الحسابية في لحظات سريعة للغاية. بالكاد تسمع بوح زميلتها الكتومة المستقرة بالمكتب المجاور لها 350 ألف جنيه. تخلخلت بركة المياه المستقرة ليسقط الرقم في نفس نرمين ويزلزل كيانها. وقف العقل عاجزا فاقدا مساره الطبيعي. ظل الرقم يطلق أصدائه يمكنها تدبيره كي تخرج من شرنقة عائلة زوجها المستقرة داخل الحي الأثري من زمن. ورثت أموالا معقولة من والدها تستعين بفوائدها لتسديد ثقوب نفقات عائلتها. تساورها حالات من الريبة بشأن موافقة زوجها على بيع هذه الشقة وتتخلص من عبء الحسابات. عندما يرفض سوف تحصل على قرض من البنك يسدد على أقساط مقتطعة من راتبها كما يفعل زملائها. يبقى 50 ألفا يدفعها زوجها. يغزوها حلم الطفو نحو السطح، شقة جديدة بحي حديث وفصل الابن عن الابنتين. تنفر من وضع فراش ابنها في غرفة الصالون أو حتى الاستغناء عن الصالون تماما. يظل المكان الوحيد المرتب في البيت حالة تمكن الأولاد منه، يعني انهياره بالرغم من انعدام الزائرين لكنه يبقى للطوارئ. تشتعل كتلة اللهب داخلها مع اصطدام أنفها برائحة أجويلة الثوم والبصل المخزنة بمدخل البيت. منزل عتيق يبدو كبيت في الريف، وتطفو الأسرة زوجها يزعجها. تعود الآلة الحاسبة في الرأس بدون هوادة. القرض سينتقص ثلثي دخلها. ماذا عن جمعيات مصاريف المدارس؟ مكانها في الجمعية محفوظ أول سبتمبر وأول يناير. لا تجرؤ أي زميلة أن تتجاوز دورها. حاربت أسرة زوجها لتلحقهم بهذه المدارس. حلمها منذ الطفولة بارتداء زي مدرسة الراهبات المتميز تحقق مع ابنتيها. يفر النوم حتى تستقر إلى وجوب رؤية الشقة ربما لا تناسب أحلامها. في الطريق أخبرتها زميلتها الكتومة أنها شقة زوجها. عند العرض الأول ادعت أنها تخص صديقة. الطريق طويل خارج المدينة لكن الشقة في كومباوند تذكرت إعلاناته منذ بضع سنوات. كيف حصلت زميلتها عليها؟ مقدم وأقساط وزوج مدبر يفكر بالمستقبل. تتحاور مع زميلتها لقضاء الوقت وسد منافذ حب الاستطلاع. بالكاد الأخرى تبوح تنفي وجود أي أقساط على الشقة وسبب البيع العيش في كومباوند آخر إلى جوار أخيها أخويها ومدارس أولادها. لغات حكومية، كومباوند مرمي على الأطراف، سيارات متراصة تشيل بحيوية المكان. هواؤه أنقى من هواء حيها الأثري. الشقة مؤجرة لبرهة تتوقف بصلتها، تفقد الاتجاه، تبحث عن باب الشقة أم أن هناك بابا آخر. فراش شاغر يشغل حيزا كبيرا في المكان. تواجهه شاشة تلفزيونية عملاقة تلملم شتات أفكارها. إنه الاستقبال. وضع المستأجر الفراش في منتصفه. ثلاث غرف صغيرة متجاورة. التشطيب سوبر لوكس. أحد جوانبها يطل على الصحراء. تعدد الزميلة مزايا الشقة بصوت معدني مرتفع. ينصت الزوج لهواجسها ببيع الشقة واستبدالها بأخرى في منطقة حديثة. يعلق ساخرا أخرج من بيت أبويا وبيع الشقة. نامي نامي يا أختي واستغطي كويس، العيش في الصحراء قال. قررت أن تصاب بعد وقت الكتومة. سوف تشتري الشقة وتؤجرها وتعود به انتقاص دخلها. تبدأ في إجراءات القرض. تجمع وتطرح وتقسم وتقسم تبيع الذهب الموروث من أمها وتكمل الباقي المستحق.
تحدد من مع الكتومة مواعيدا في البنك لإعطائها المال المطلوب والتنازل في الشركة. تخبرها الكتومة أنها صاحبة الشقة أمام شباك البنك. تسألها الكتومة بحيرة: باقي المبلغ؟ أي مبلغ؟ أنت قلتي 300 المفروض كنت أعملهم كلهم باللغة الفصحى. 350 ألفا. يرتفع صوت الكتومة: 1,350,000 جنيه. شكرا.